السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز يا شيخنا نعم قراءة القرآن من غير وضوء؟ نعم تجوز قراءة يعني؟ القرآن نعم تجوز قراءة القرآن من غير وضوء، ذلك لما تقدم من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، وأيضا قد استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ذات ليلة فنظر إلى السماء وقرأ الآيات الأواخر العشر من سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ، فتجوز قراءة القرآن على غير وضوء. بارك الله فيك.